سلام خوت، كي دايرين؟ صافا معكم مول المكانه. كي دايرين خوتي؟ كنتمنى اي واحد شاف هاد لا فيديو يكون بصحه جيده. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم اخوتي في فيديو جديد مع اخوكم مول الشعب مول المكانه. اليوم اخوتي غادي نهضروا على شنو قال القاضي، او شنو قالت دنيا باطمه القاضي باش تبرئ راسها من ملف الشائك ديال حمزه لوغ بيبي. كما كتعرفوا دنيا باطمه عندنا السكي سكينه غلامور سوبتسام باطمه وحتى الهاكر اسامه، يعني متابعين في الملف الشائك والرائج المثير لجدل حمزه مون بيبي. الناس باغيين تعرف الاخبار اخوتي، الناس باغيين يعرفوا شنو جد في هذه القضيه هذه. كما كتعرفوا كانت ديجا متابعه سكينه غلامور، قرقبوا عليها سيمو ظاهر، حتى هو مشدود، عندنا السكي وحتى الهاكر اسامه. هاد الربعه يعني سكينه غلامور كانت قرات وقالت بان علاقه دنيا باطمه يعني عندها علاقه اولى مسيره حتى هي في الكونت حمزه مون بيبي. الناس قالوا شكون هذه؟ جيبوا لنا باطمه. ملي جابوها كانت، ونعاودوا نرجعوا شنو كان في الجلسه، كانت هناك واحد النظرات حقد وحسد وكره من طرف سكينه غلامور لسميره الداودي ومطالبه بحق المدني سلطانه. كما كتعرفوا سلطانه وسميره الداودي هما اللي فجروا هذه القضيه ديال حمزه مون بيبي، والان ما ولاتش قضيه عاديه صافي، على ولات قضيه راي عام. الناس باغيين يعرفوا شنو الجديد، الناس باغي يعرفوا شنو هو الجديد في هذه القضيه. الجديد اخوتي هو ان سكينه غلامور مشات فيها، ظاهر مشى فيها، ودنيا باطمه اختها ربما حتى هما غادي يكونوا متابعين قضائيا، وربما ياخذوا 3 شهور ديال الحبس، يعني نافذة حقهم، خصهم حتى او سيما قدروا يمشيوا لدنيا باطمه بحال اكس. علاش؟ لانها دارت واحد الحاجه خايبه، الابتزاز الجنسي عبر الانترنت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.